بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زيارة عاشوراء. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيدة الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السيدة النساء العالمين، السلام عليك يا سار الله وابن ساره والوتر الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميع السلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله لقد عزمت الرازيات وجعلت وعظمت المصيبات بك علينا وعلى جميع الأهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع الأهل السماوات. فلعن الله أمة أسست أساس ظلمي والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزلتكم عن مرتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله مماهدين لهم بالتمكين من قتالكم. فأرئتوا إلى الله وإليكم منهم ومن أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله إني سلم لمن سلمكم وحرب لمن حربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله على زياد وعلى مروان، ولعن الله بني أمية قتيبات، ولعن الله ابن مرجعنة، ولعن الله أمر ابن سعيد، ولعن الله شمرا، ولعن الله أمة أسرجت وألجمعت وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي. لقد عظم مسابك فاسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني أن يرزقني التعلى بصاريك ما إماما منزور من أهل محمد صلى الله عليه وآله في كل وآله. اللهم اجعلني عندك وجه بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى حسن، وإليك بمولاتك وبالبراءات ممن أسس آتات ذلك وابنى عليه بنيانه، وجريا في الظلم والجور عليكم وعلى أشيائكم. بأريت إلى الله وإليكم منهم، وأتقرب إلى الله ثم إليكم بمولاتكم ومولاتي وليكم، وبالبراءات من أعدائكم ونسبين لكم الحرب، وبالبراءات من أشيائهم وأتباعهم. إني سلم لمن سلمكم وحرب لمن حربكم وولي لمن وعلاؤكم وعدو لمن أعداؤكم. فاسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفات أوليائكم وارزقني البراءات من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة، وأن يثبت لي عندكم قدم الصدق في الدنيا والآخرة. واسأل الله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني التلاب الصاريك مع إمام المهدي الزهور ناطق بالحق منكم. واسأل الله بحقكم وبالشان الذي لكم إنذا أن يعطيني بمسببكم أفضل ما يعطي مصاب بمصيباته مصيبات ما أضمها وأضمى رادياتها في الإسلام وفي جميع الأهل السماوات والأرض. اللهم اجعل لي في مقام هذا ممن تنعن الله ومن كسرواته ورحمته ومغفرات
اللهم اجعل محيايا محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تباركت به بنو أمية وابناء قلة الإكباد لئين وابن لئين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وخاف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاويات ويزيد بن معاويات عليهم منك لعنة أبد العابدين. وهذا يوم فرحت به علو زياد وعلو مروان أنا بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضعف عليهم لعنة منك والعذاب العليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذه اليوم وفي موقف هذا وأيام الحياة وبالبراءة منهم ولعنتي عليهم بمولاتي لنبيك عليهم وعليهم السلام. اللهم لعن أول ظلم ظلم الحق محمد وآل محمد وأجر التبعي له على ذلك. اللهم لعن إيسابات التي جاهدت الحسين وشيعت وبيعت وتبعت على قتاله. اللهم لعن جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جاء الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول الظلم باللعين مني وعبد به أولا ثم ثانيا وثالثا وربعا. اللهم لعن يزيد قميصا ولعن الله عبيد الله ابن زياد وابن مرجان وعمر بن سعيد وشمرا وعلى أبي سفيان وعلى زياد وعلى مروان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عدمه رازياتي. اللهم ارزق شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا محجموا دون الحسين عليه السلام في والآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم.